السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الأربعاء، التاريخ 18/3/2020 ميلادي. عزيزي الطالب، أرجو التركيز جيدا. أود أن أوجه لكم سؤالا قبل البدء بتمرين التاسع. لو أردنا أن نشير إلى شيء ما ونتحدث عنه، فما هي الطريقة أو اللفظ المناسب الذي نستخدمه حتى يدل على هذا الشيء أو نشير إلى هذا الشيء؟ أمامنا ولد وأمامنا بنت، وأردنا أن نشير إلى الولد أو البنت، ماذا نقول؟ هذا الولد أم هذه الولد؟ وأيضا هذا البنت أم هذه البنت؟ ماذا نقول؟ نقول أحسنت، هذا الولد هذه البنت. رائع، إذا نقول هذا الولد هذه البنت. هذا هذه من أسماء الإشارة، إذا هذا هذه من أسماء الإشارة. يوجد أسماء أخرى لكن يجب أن نركز على هذا هذه. هذا للمفرد المذكر، هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث. مثال: هذا القط، هذا القط، هذه الفراشة، هذه الفراشة، هذا القط، هذه الفراشة. إذن هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث. أملأ الفراغ بهذا أو هذه. القطار، هل نضع هذا القطار أم هذه القطار؟ القطار مفرد مذكر، إذن هذا القطار. الممرضة، هل نقول هذا الممرضة أم هذه الممرضة؟ رائع، هذه الممرضة. العصفور، هذا أم هذه؟ هذا العصفور. الممحاة، هذه الممحاة. فكري يا بطلة. الكتاب، هذا أم هذه؟ هذا الكتاب. الخاتم، هذه أم هذا؟ هذا الخاتم. السمكة، هذه السمكة. الشمس، هذه الشمس. أحسنتم، رائعين.